انت عملت ايه في حوار الشنطه ده يا بابا؟ المخفي اللي اسمه عاكف بيعس عليها، قلنا بانها ضاعت وهنروح في داهيه ولا ايه؟ والله يا ابني ما انا عارف. متفولش يا بابا، بس انت لازم تشد عليه، العالم دي ما تضمنش. ازاي بقى فالح؟ يعني جهز الشنطه دي معاه وعايز يسلمك، ما تنساش ان احنا سرنا في عبوم. لا عندك حق. مرعي اعوذ بالله. ايه يا وليه انت سرعتيني؟ قلبي واكلني على نصر. يا شيخ الله يكحمه مطرح ما هو قاعد زفت بتاعك ده. شوف كم جمعة عدت ولا سألنا ولا زرناه. انت عايز انا اعمل لك ايه؟ ابعت له حد، روح له، مش ابنك ده. وانا كنت قلت له انه يتنيل ينط على بيوت الناس في انصاص الليالي. طب بالله العظيم ان ما سألت عليه ولا رحت له هروح له انا بنفسي. انت اتخبلت يا وليا؟ اتجننت في عقلك؟ عايزه تفضحينا؟ انت فاكره نفسك لسه قاعده في شقه تعبان؟ اتنيلي استني. نار له عينين، نبقى نروح نطمن لك على سي زفت. جيب لنا الهم. ايه يا بت مالي؟ ايه الرساله دي؟ احنا مش قلنا ما نحكاش في بعض واحنا في البيت؟ ولا الشوق هو اللي مش قادر يمسك نفسه؟ اتوكس. بقول لك ايه؟ ليك صرفه في الباشمهندس ده؟ بنت اللذينه؟ جبتيه منين ده؟ انت عرفت ازاي ان احنا لينا في الحوارات دي؟ ولا انت بتتجسسي عليا يا بت؟ هو انا برضه حلطت نفسي معاك اللطه دي من غير ما ابقى سأل عليك وعارفه انتوا جبتوا فلوسكم منين؟ قرأ يا ابراهيم. مين اللي قالك؟ الله يكحمه مطرح ما راح، سمير الكلب. انت ناسي ان احنا كنا اصحاب؟ صحاب؟ يعني كان في بينكم حاجه يعني؟ انت عبيط يالا؟ هو مين اللي كان دخلته عليا من كام يوم؟ هي ما تجيش برضه صحيح، الحته دي بتاعت مين بقى؟ ما يخصكش، انت اللي يخصك البيعه اللي هيبقى ليك فيها 10%. جدع، طب ابعتي لي الصور. لا، مفيش صور. انت تشيلني الزبون اشيلك الحته. ده ابو سمره مرسيك على الليله كلها بقى. جدع يا بنت جدع. هروح افتح الباب.